عم نعمل فعاليه اول شيء اطعم اطعم منك بتعمل فرق. حاولت وزعت طبعا ثياب وملابس شتويه طبعا لجمعيات متعدده إلى علاقه بالايتام إلى علاقه باطفال بحاجه فعلا رعايه لهذا الموضوع. والقسم الثاني هي فعاليه رح نفرح سوا بس هي للسنه الخامسه. نحن عملنا هي الفعاليه طبعا كل سنه مع باب بنويل، طبعا هي متلازمه مع الاعيادنا كل عام وانتم بخير، فحبينا نجيب باب بنويل ونقدم هدايا للاطفال. بس نحن اليوم بكنيسه اللاتين حبينا شوي نطلع عن هذا الجو اللي نحن فيه ونقدم لمرضى السكري، اطفال مرضى السكري هن كمان بحاجه لرعايه، فحبينا نقدم لهم هدايا طبعا هي ضمن انشطه وفعاليات مع هدايا اللي حتتقدم لهدول الاطفال. فعاليه نفرح سوا هي لخمس سنه على التوالي عم تصير. عم تصير مع بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات بتعنى باطفال مثلا سكري مثل اليوم او مثلا سرطان، شلل دماغي، ذوي احتياجات خاصه، كل الفئات المجتمع الاطفال يعني نحن عم نستهدف. كان هدفنا هي السنه 700 طفل تمام، الحمد لله نحن واصلين لهلا تقريبا لل 550. ان شاء الله بكره بنكون سكرنا عدد ال 700. هي عباره عن نشاط ترفيهي عم تكون للاطفال، من العاب جماعيه متنوعه، فرديه بالاضافه لجماعيه، مشان نحن نشجعهم على يكونوا انه التعاون مع بعض. الجمعيه السوريه لرعايه السكريين تعنى بمرضى السكري، هلا الاطفال اللي موجودين هن اطفال سكريين بيتعالجوا بالانسولين نمط اول هن. هلا هي الفعاليه انا بحب دائما اطفالي يكونوا مجتمعين لحتى ما يعرف الطفل انه هو لحاله، انه في اطفال ثانيين مثله بيحقنوا انسولين وبيحللوا سكر وعندهم نمط غذائي معين. هي الفعاليه بتخليهم يندمجوا مع بعض اكثر، يعرفوا انه هن متميزين، يعني انا بحب دائما ميزهم كونهم سكريين، بتعطيهم كثير سعاده، بتعطيهم كثير انطباع ايجابي، حتى هن ما بيقعدوا انه بيتضايقوا من مرضهم، بالعكس حسوا انه هو المرض ميزه عم بيخليه يكونوا في مجالات كثيره، مثلا في العاب، في رحلات، في ندوات خاصه فيهم الهم. الجمعيه الخيريه بتقدم العاب وبتعمل حفلات كثير حلوه. بتعمل حفلات كتير حلوة وبيوزعوا أكلات طيبة، مشان هيك بحب إجي. الجمعية بتقدم لنا كتير شغلات وكتير شغلات مفيدة يعني، وأحيانا على طول بتسوي لنا فعاليات وعلى طول بنبسط معاهم. عندي ألعاب، يعني عندي ميكاوس هيك. شعور يعني اليوم كتير مبسوط إنه الآن سرطان يعني الله يخلي لنا إياها، ما عم تخلينا نحس إنه نحن معنا سكري، عم تخلينا نحس نفس الأطفال العادية وأحسن كمان. الأطفال بلشت تتأقلم مع وضعها، وقت عم يشوفوا كثير أطفال مصابين معاهم عم تكون نفسيتهم أريح. أنا أحمد صابه السكر كان عمره تقريبا سنة، فوقت اللي بلش يشوف أطفال مثله صارت نفسيته أريح، وجمعية السكر يعني ضمتهم وبلشت تعمل لهم نشاطات، شاف كثير أطفال مثل حكايته، والحمد لله وضعهم كثير منيح، حتى الأطفال عم تتعلم من بعضها هلا. يعني الأطفال بلشت تشوف الطفل عم ياخذ أنسولين عم تجي، أنا بدي أصير آخذ مثله. وأنا كثير بتشكر الجمعية واهتمامهم بالأطفال السكريين.